موضوع. بس خليني ارحب مره تانية بالمهندس طارق شكري، يرجع لنا سيادة النائب. مساء الخير يا فندم. اهلا سنور فندم، اهلا بحضرتك، اهلا بيك سيادة النائب. اهم ما اثير اليوم من وزير الاسكان او تعقيب الساده النواب على البيان اللي قدمه وزير الاسكان امام حضراتكم النهارده. الحقيقه البيان بتقديري الشخصي انه منظم جدا وعميق جدا ونال استحسان معظم النواب. بالطبع هناك تعليقات وتعقيبات واسئله عن حالات بعينها، وده امر طبيعي جدا طبيعي. لكن في المجمل وفي المشمول معظم النواب ان لم يكن كلهم اثنوا ثناء كبيرا جدا على حسن اداء وحسن اداره وزاره الاسكان في هذه المرحله، سواء من حيث حجم العمل اللي تم تنفيذه ومداد التي انفقت لصالح المواطن المصري، سواء ما يخص الصرف الصحي. حضرتك الصرف الصحي كما تعلمي في ثلاث ارقام مهمين جدا يلخصوا الامر. أيوة. في عام 2014 كانت القرى مغطاه بنسبه 12%. مغطاه ايه؟ مغطاه كبنيه تحتيه ولا بنتكلم على الصرف الصحي بس؟ ايوه الصرف الصحي، شبكه الصرف الصحي تمام. في القرى نعم. اللي هي المشكله الاكبر والاهم. احنا مشكله الميه عندنا متغطيه 95% على مستوى كل القاهره، على مستوى مصر كلها بكافه القرى بتاعتها، لكن الصرف الصحي هو اللي فيه مشكله. نعم. الصرف الصحي كان في 2014 12%. ثم النهارده نقارب 38%. نعم. يعني سعادتك بتتكلم عن اكثر من ثلاث اضعاف في ست سنوات، يعني اللي اتعمل في عقود كان 12%. نعم. اللي اتعمل في ست سنين وصل ل 38%. الاهم بقى والاكبر ان الدوله والوزاره خدت على عاتقها انها في حدود من ثلاث الى اربع سنوات هتوصل لنسبه 100%. الخطه ايه بقى المستهدف انك توصل 100% في حدود ثلاث سنوات؟ 100% يعني من 38% الوضع الراهن النهارده الى 100% في ثلاث سنوات، وده الحقيقه انا شايفه انجاز هيبقى ضخم جدا وعبء كبير جدا والتزام مش سهل خالص. انت بتتكلمي عن 30 40 سنه كانت النسبه 12%. اربع ست سنين وصلوا من 12 ل 38. تخيلوا الفرق. انا بكلم الساده المشاهدين دلوقتي ست نائب. تخيلوا الفرق. انت في سنين مصر وعمرها اللي فات كنت مغطي نسبه 12% من الصرف الصحي على مستوى جمهوريه مصر العربيه. على مستوى القرى، على مستوى الجمهوريه، على مستوى القرى. على مستوى القرى، ما انا بتكلم على مستوى القرى. مش الجمهوريه، على مستوى الجمهوريه اعلى، لكن على مستوى القرى اللي هي فيها مشكله. لا بتكلم على القرى، لا انا بتكلم على القرى اللي فيها مشاكل دي. ما هي المشاكل اللي في القرى بتاعت الصرف الصحي دي من ساعه ما القرى اتعملت. يعني طبعا. يعني انت في خلال ثلاث سنين وهيبقى في ظل هذا البرلمان ايضا انت هتخلص فكره الصرف الصحي، مش هيبقى في ازمه في الصرف الصحي في الكره المصريه، وده بناء على توجيهات سياده الرئيس قال لك هتشوف ريف تاني خالص. فتخيل المعدل بقى، يعني لما نيجي نتكلم بالارقام تخيل المعدل انت بقى، شوف بالارقام تبقى عامله ازاي. اتفضل 12% يا فندم الى 38% بتمثل 310 او 320% في ست سنين. يعني كانه كل سنه كان بيزيد بمقدار 50% من اللي اتعمل قبل كده. الثلاث سنين اللي جايين دول هو هيزيد كل سنه بواقع 100% على اللي احنا فيه. تمام. عشان يحقق، عشان يوصل لل 100%، هي دي النسب بالظبط التحليليه كده. طبعا ده رقم اعجازي يعني الحقيقه. طبعا. الحاجه الثانيه هو ان المعمور المصري كان لا يتجاوز 7 الى 7.5% في عام 2014. نعم. من مساحه الارض، المعمور المصري اللي الناس يعني بتشغله لا يتجاوز من 7 الى 7.5%. خطه مصر 2052 ان احنا نكون حوالي 14 او 14.5%. بالفعل التخطيط الاستراتيجي اللي عرضه السيد الوزير النهارده واللي بيتنفذ سواء في القرى، سواء في التوسعات الراهنه او في مدن الجيل الرابع او في الخطط التوسعيه بمراحلها المختلفه بتوصل الرقم فعلا ل 14.5%. يعني الرقم 14% ده لم يعد رقم افتراضيا، ده اصبح رقما واقعيا. انت شايفه على الارض انه هيتنفذ بشكل واقعي. شايفه محدد الاحداثيات، محدد الاماكن، وشايفه محدد السنوات. يعني هو النهارده في خطه قدمها السيد الوزير محدده الاماكن والسنوات والتحليل ازاي بيحصل نمو من 7.5% ل 14% على مدار المده المقدره لهذا السنه. دي طبعا نقله نوعيه كبيره طبعًا. جدا. انت بتتكلمي ان في 7000 سنه المصريين كانوا يعني مش بيشغلوا اكثر من 7.5%. ثم في 30 سنه بيتضاعف ال 7.5 الى 14.5%. ده رقم برضه طبعا للغايه. الارقام بنتكلم على انفاق، بنتكلم على انفاق بقى في البنيه التحتيه يعني هو قال لك ان ما تم انفاقه على الاسكان والبنيه التحتيه في السنوات السابقه القليله يتجاوز 1070 مليار. 1070 مليار اتصرفوا. نعم.
طرفه ما بين الاسكان الاجتماعي والاسكان المساكن الخطره والتطوير مع الانفراستراكشر او البنيه التحتيه اللي اتعملت. نعم. اجمالي اتعمل 1070 مليار. دي كلها مؤشرات وارقام بتشير الى مدى جديه وقوه تنفيذ هذه الوزاره. الوزاره صحيح. الحقيقه وزاره جاده جدا وبتنفذ عمل بجديه حقيقيه والناس كلها شايفاها، يعني ما فيش حد طبعًا. يعني طبعًا. احسن حاجه لا الناس شايفاها، في ناس سكنت وناس راحت بشنطه هدومها والامور كلها واضحه الحقيقه. بالظبط. بشكرك سيدي. التقرير كان شامل ووافي، بيتحدث عن التخطيط العمراني او عن المرافق او عن مجالات الاسكان المختلفه، وشرح سيد الوزير الفكره الرئيسيه للدوله الحقيقه فكره محترمه جدا ان هو قسم الاسكان الى ثلاث انواع. نعم نعم. بشكرك فندم، بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب.